واش فاش كيعرف الرئيس انه غادي كيخلق ازمه ما عرفناش علاش الرئيس اللي كيجي وكيفك الازمه علاش ما يمشيش ويسلم الرجاء وهي واقفه على رجليها ويسلمها الرئيس اخر انه غادي يدير انجازات. لا مكان ولا مجال باش غادي نهضروا بالعاطفه واش نهضروا بالواقع. غادي نهضروا بالواقع. واما نقوما لا علاقه في الميليو ناناح لا علاقه. باش غادي تفكر انك تطلق نقا وتفكر تطلق نقومه وناناح تخليه زعما اش كيصنع عندنا ناناح. مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جينا نهضروا على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو ديال الرجاء البيضاوي والمشكل اللي كتخبط فيه الرجاء والزيات اللي سمعنا وقرينا انه قريب انه يحط الاستقاله ديالو. الموضوع الثاني هو ديال الناصري وديال الوداد البيضاوي والناصري وداكشي اللي وقع ليه مع شوف تي في. اذا غادي نبداو بالموضوع الاول اللي هو ديال الرجاء البيضاوي، ديال الزيات اللي ما قدرش يتحمل هذاك الضغط اللي عليه ما عرفناش علاش، والفلوس داخله والجمهور كيطالبوا بحاجه اللي ضروري منها هي انك تجيب انتدابات في المستوى. وكاينين اللعابه اللي كيطلبوا كيقولوا اننا بغينا الرجاء البيضاوي، بغينا الرجاء انها تتحرك. ما عرفناش علاش حتى شي واحد ما كيتحرك في الرجاء. واش فين هو المدير التقني؟ فين هو فين هي الاداره؟ فين اللي كيفكروا انهم غادي يجيبوا شي لعابه اللي في المستوى باش يسيطروا على الساحه الكرويه في العام الجاي، ولا النفط في الاذهان ديالهم بغاو انهم ينشطوا البطوله؟ ما عرفتش. دابا نرجعوا كيفاش جا الزياد للرجاء البيضاوي. الزياد جا في واحد الفتره اللي كانت فيها الرجاء مخنوقه ماديا، كانت الرجاء كتعيش واحد المشاكل، وجا بحال اللي قلنا اللي غادي ينقذها، وقلنا ان الزياد جا باستراتيجيه وبفكر انه غادي ينقذ الرجاء البيضاوي وهذا مزيان. ما نمشيوش بعيد ونفكروا كيفاش جاوا الرؤساء اللي قبل منه. جابوا طريقه في نفس القضيه وجا حسبان في نفس الازمه، وفاش كيفكوا الازمه من بعد كي تخلق ازمه اخرى كينسحبوا. ما عرفناش واش الرئيس انا كنهضر على هاد الجوج اللي فاتوا قبل بودريقه مع حسبان، واش فاش كيعرف الرئيس انه غادي كيخلق ازمه ما عرفناش علاش الرئيس اللي كيجي وكيفك الازمه علاش ما يمشيش ويسلم الرجاء وهي كما كنقولوا واقفه على رجليها ويسلمها الرئيس اخر انه غادي يدير انجازات؟ علاش حنا ما كنفكروش في الفريق؟ علاش حنا كرؤساء كنشوفوا، انا كنهضر على الرؤساء، علاش انه ما كيفكرش في الفريق، كيفكر غير في راسه؟ لان التصريحات اللي دار بودريقه من بعد سمعناهم، التصريحات اللي دار حسبان من بعد سمعناهم، والتصريحات اللي ممكن انه يدير الزيات الى انسحب راه غادي نسمعوه. يعني الرجاء تشطلبات طلبات بحاجه بسيطه وحاجه بامكانك انك ديرها، عارفين شحال دخل ديال الفلوس دخلوا في غير في هذا الشيء اللي وصلتي ديال كاس العرب شحال غادي تخلص، عارفين في كاس ابطال افريقيا شحال، كاس ديال البطوله شحال تخلصتي فيها. يعني دوك الفلوس اللي دخلوا للخزينه بامكانك انك تجيب تعاقدات اللي مزيانه، بحال لاعبين بزاف ديال وجده وديال هذا اللي طالبوا كيقولوا احنا بغينا الرجاء البيضاوي. اللاعب ملي كتعرف انه باغي الرجاء راه تقدر تجيبه بثمن قل، ان الهدف ديالو هو غادي الحلم ديالو انه غادي يلعب في الرجاء البيضاوي. وقضيه اخرى هي ان الزيات ما عاش الضغط اللي عاشوه الرؤساء اللي قبل منه، لان دابا بدون جمهور وهذا ماشي بحال ملي كيحضر الجمهور، ماشي بحال، لان الجمهور دابا الضغط اللي كاين من الجمهور غير في الفيسبوك غير في المواقع، وكان شتيهم اللي كيضغطوا على الرئيس وهما في المدرجات ويضغطوا على الرئيس وهما في مظاهرات، راه تقدر انت تهرب تخوي المغرب مادام انك ما تقبلتيش وما قدرتيش على الضغط غير ديال المواقع وديال مواقع التواصل الاجتماعي. اذا داك الضغط المباشر ما غاديش تقدر عليه، هادي باينه. وكنتمناو التوفيق الى استمريتي، كنتمناوك التوفيق وانك تجيب انتدابات مزيانين وتخلي الرجاء حتى توقف على رجليها عاد تما الا بغيتي تنسحب، تما تعطي زمام الامور للناس اللي يقدروا يسيروها مزيان. نرجعوا للوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي المشكل اللي وقع هاد الايام هي ان شوف تي في خلات باسو وخلات شحال من واحد بان لي عاود سعيد النصيري. يعني سعيد النصيري يقال انه استدعى البنزرتي الفيلا ديالو باش غادي يتشاور مع زعما على اساس انه غادي يسني يجي يدرب الوداد. شوف تي في وصلها الخبر، صفتوا الصحفيين ديالهم تسناو قدام الفيلا، خرج سعيد الناصري، خرجوا صحابو تما كما كيصوروا، ما عرفناش دابا حنا
اللي ما حضرش من تما ما يقدرش يقول داكشي اللي وقع. المهم اللي كيبان لنا هو انه سعيد الناصري ما بغاش الصحفيين انهم يصوروه في دارو. ما عرفناش دابا حنا القانون ديال الصحافه ما غاديش نهضروا عليه، لان ما عرفناش واش من حقهم انهم يصوروا المنزل ديالو واش ما من حقهمش، لان حتى الواحد فاش كتبعوه في دارو وتبعوه في المقر وتبعوه في هذا يعني كيتقلق شويه. ودوك الصحافه كيبانوا لي انهم كيستفزوا الشخص زعما، ماشي باش ما بداش يبكيو عليكم ضربوا لي الموتور ضربوا لي الكاميرا ضربوا كذا. اش كنتي كدير انت؟ اش قلتي انت جاي قدام الباب ديالو كتصوروا يعني؟ انتظروا من هنا لقدام. انا كنقولها وغادي تشوفها في الفيسبوك، ان اي بوست دارتها شوف التي في غادي تضرب سعيد الناصري، اي بوست دارتها شوف التي في غادي تضرب. اجيو تشوفوا واش كياكل سعيد الناصري، اجيو تشوفوا الطوموبيل، اجيو تشوفوا المشكل اللي دار سعيد الناصري، علاش سعيد الناصري ما دار. والمشكل ملي كيبغيو يديروا شي طجه كيقول لك رواد التواصل يسالون، بحال راه داروا الميتولي مؤخرا رواد التواصل الاجتماعي يسالون واش مع من راك في الطوموبيل. ورينا هاد رواد التواصل شكون اللي قالها؟ هما اللي كيبغيو يخلقوا داك الحادث كيبغيو يديروا البوز ديال رواد التواصل. هاش قالوا هي راه هما اللي قالوها، والناس عايقين بكم وعار. المهم ماشي مشكل داكشي بيناتهم، والقضاء غادي يقول احنا عندنا ثقه في القضاء، القضاء غادي يقول الكلمه ديالو. الا كان المشكل منه القضاء كاين، كان المشكل منهم خص القضاء يكون، انا ماشي غادي تجي بادج ديال الصحافه وتستفزني ولا لان كيركبوا على ديك المهنه ديال الصحافه وكيحاول انه يدير كل شيء ويحاول انه يستفزك. اذا الموضوع ديال الناصري سديناه، الموضوع ديال الزياد كما قلنا كنتمنوا انه اما غادي يدير انتدابات في المستوى اما يخلي الناس اللي غادي يديروا انتدابات في المستوى. هذا هو المطلب ديال الجماهير. الجماهير كيطلبوا بغاو كيشوفوا ان التشكيله ما كافياش، ان لي بوست عندنا خاوين، وقال حتى المدرب براسو قال ان نكا خصو يمشي بحالو، راه بوست ديالو راه خاوي. المدرب براسو قال مره كيقولوا نقومه مره ما كيقولوا لا ما عرفناش. هادشي كيبين ان في الكواليس كاينه شي حاجه في الكواليس، ما جاتش الهضره وخرجت هكاك ديال ان نقومه غادي يمشي شويه نقومه غادي يبقى. اذا شي حاجه ديال داخله فيها العقود وداخله الشروط ديال العقود وشي حاجه اللي كاينه تما، وتاكدوا ان هذا الشيء كاين. لان نقومة مع كل احترامي للراجا اللي كيقولوا نقومة مزيان، ما عطا والو للراجا. مالونكو براسو ما عطا والو للراجا، جوج اهداف ولا اللي حاسمين في هذا الشيء اللي دار. وي كيماركي، ولكن الهدف ديال 4-4 والهدف ديال الزمالك اللي واخا مركاه ما لا يغني ولا يسمن ميجو. واما نقومة لا علاقه في المليون، لا علاقه في المليون، ناناح لا علاقه. باش غادي تفكر انك تطلق نقا وتفكر تطلق نقومة وناناح تخليه زعما اش كيصنع عندنا ناناح؟ مع كل احترام احنا شوف احنا لا مكان ولا مجال باش غادي نهضروا بالعاطفه، بس نهضروا بالواقع. غادي نهضروا بالواقع، ناناح ضعيف في كره القدم، ما كنهضرش على الشخصيه ديالو ولا هو، مع كل احتراماتنا حنا ما كنعرفوش، ولكن ضعيف في وسط رقعة الميدان. حنا في التيران كنحكموا على في التيران. نقومة ضعيف، نقا اضعف ما يكون. وهاد لي بوست باش غادي تخلفو ما الزيت، دوك لي بوست لي خاوين باش غادي تعوضو. وانت جيتي تقلنا اخيرا جا واحد اللي غادي يفك المشاكل ديال الرجاء وفكيتيهم، كنشكروك بزاف، ولكن باش تمشي وتخلي الرجاء في هاد الازمة اعتذر، ما عندك الشخصية. إذا وصلنا لأخر هذا الفيديو، أنا كنعطي غير الرأي ديالي، والآراء ديالكم كنقراهم كاملين في الكومنتير، ما كنخلي حتى شي كومنتير باش تعرفوا أنني كنقرا الكومنتير، وباش تعرفوا أنني كنقرا الكومنتير اللي أنا متفق معاه كنخلي ليه لايك، وتحية لكم. بغيت الكومنتير كاملين تعطوا الآراء ديالكم، وشي لايك، وبارطاجي إلا عجبك الفيديو. يلا السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.